هذا زوج كناري أبيض كريمي مع طائر الكناري الجزرية، أنثى كنار جزرية جميلة. هذا أول تزاوج لها. أما هذا الذكر فهو قام بإنتاج من قبل ويعاني من ورم في إصبع قدمه. هذا إصبع، ها هو زي إصبع منتفخ في قدمه. قامت الأنثى بلف العش وستضع البيض قريبا إن شاء الله، فهي ممتلئة وجاهزة لوضع البيض إن شاء الله بانتظار النتيجة وألوان الافتراح. سأقوم بإطلاعكم بلون الافتراح. ما شاء الله، الله يبارك، ما شاء الله، الله يبارك، ما شاء الله.